وينضم الينا من بغداد الخبير العسكري فاضل ابو رغيف. سيد فاضل اهلا بك، شكرا جزيلا لوجودك معنا في نشرتنا هذه. هل من تفصيلات عن خطط سلاح الجو في العراق لتطوير قدراته القتاليه؟ يعني هذه المعلومات التي اوردتها فوربس ما مدى دقتها؟ نعم استاذ محمد تحيه طيبه لك ولمشاهدي قناتك الكريمه، يعني سادة محمد لو تلاحظ في بدايه تسنم السيد السوداني لرئاسه الوزراء اول دائره واول وزاره زارها هي وزاره الدفاع سيما قسم التسليح والتجهيز خصوصا تطوير قطاع القوه الجويه والدفاع الجوي. لذلك العراق يتطلع الى ان يتم تطوير جانب الدفاع الجوي المينطي عبر منظومات راداريه وبالفعل تم نصب اعتقد خمسه الى سبع منظومات عبر محافظات العراق كافه. هذا اذا علمنا ان القوه الجويه العراقيه نهضت بدور في ابان تحرير داعش عبر طائرات الـ f 16 التي تحمل صواريخ الهيل عاليه الدقه امريكيه الصنع، فضلا عن طائرات الميج بانواعها. هذا اذا علمنا ان هناك طوافات مقاتله تسمى بصائد الليل ال135 وال128 هذه التي اطلعت بدور كبير فيما يتعلق بمعالجه الاهداف المتحركه والثابته على حد سواء اليوم السيد وزير الدفاع حقيقه العراقي ثابت العباسي يعبأ كثيرا ويلتفت كثيرا لقضيه الاهتمام بالقوه الجويه وانفاذ ابرام ما تبقى من العقود وفي النيه بعد اقرار الموازنه ووصولها الى وزاره الدفاع قد يتم التعاقد على بعض الطائرات سيما المتعاقد عليها. لذلك اليوم طائرات الرافال قد تكون ضمن برنامج الحكومه او وزاره الدفاع. وطائرات الجي اف يعني 17 ايضا هي الاخرى ايضا هناك نوايا للتعاقد لكن هناك مشكله استاذ محمد الى الان الموازنه لم تصل بعد الى وزاره الدفاع ويعني لا اعتقد يعني ان هناك شراء في الحقبه المقبله اولا لتكاليف الباهظة. لان الحكومه اليوم مقبله على التطوير وعلى عمليات الاعمار وعلى عمليات الادامه لذلك يعني في تقديراتي الادامه لهذه الطائرات في الوقت الراهن خير نعم. وافضل من عمليه تعاقد جديده لان لا زالت طائرات الاف 16 هو ما يحتاج العراق اليوم لدينا العراق العراق لا زال يعني يشكو من بعض الخلايا التي تتحصن وتتوارى في وديان وفي جبال وهذه يوميا هناك ضربات نعم. عبر طيب. هذه الطائرات سواء كانت طائرات الأفسكستين العراقية أو حتى الأمريكية سادة محمد نعم. ماذا بخصوص السلاح الجوي الروسي الموجود في العراق؟ يعني هل سيتطور ايضا؟ هل يشهد تراجع مقارنه بالاسلحه الجويه الغربيه سواء كان من الولايات المتحده او فرنسا او حتى من باكستان كما تحدث التقرير. شوف استاذ محمد يعني قد يكون التقرير نوعا ما في بعض مفاصله لم يكن بمستوى الدخول الى بعض الحقائق. يعني الطائرات العراق عمد الى تنويع مصادر ومناشئ تسليحه بالوقت الذي هو يعني يستورد من اوروبا الشرقيه هو ينهض بأعبائه بطائرات امريكيه اللي هي الاف اللي ذهب لها بضع من عشرات من الطيارون والضباط العراقيون هناك الى واشنطن لغرض التدريب على هذه الطائرة عالية الدقة وعالية التصويب وحتى وإن كانت مكلفة بلحاظ طائرات الميك الروسية لذلك اليوم العراق عوض ان يشتري او ان يتعاقد على طائرات الاباتشي تعاقد على طائره على طائرتي المي 35 والمي 28 اللتان اديتا ايضا دور لا باس به ابان معارك 2016 و17 وما تلاها لكن يعني عمليه السيرفس الروسي اعتقد يعني هو قد يكون موجود الان لكن في النيه ايضا التعاقد على طائرات الرافال التي هي الاخرى ينبغي ان ترفقها يعني فيما يتعلق بالادامه والصيانه والسيرفس الذي سيكون ملحقا بها. هذا طبعا اذا علمنا ان هناك نوايا لتطوير سلاح الجو العراقي لان سلاح الجو العراقي الان المعركه باتت معركه استخباريه امنيه معلوماتيه وهذه تحتاج الى ذراع جوي والذراع الجوي هي الطائرات المقاتله طيب. والطائرات ذات الجناح المتحرك والجناح الثابت على حد سواء نعم، طيب مع وجود هذا السلاح الجوي الروسي الذي تفضلت بالاشاره عليه، الى اي مدى يؤثر سلبا او ايجابا في التنسيق مع التحالف الدولي الذي هو تحالف غربي تسليحا ورؤيه وتخطيطا؟ باختصار لو سمحت. يعني نعم استاذ محمد، يعني هناك غرفه تنسيق رباعي، بموازاة التحالف الدولي التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اطلع بدور كبير جدا فيما يتعلق بتحقيق ضربات دقيقة وعالية التصويب والتهديف بان معارك التحرير وما تلاها غرفة التنسيق الرباعي اللي تضم اللي روسيا وسوريا والعراق وإيران هي الأخرى أيضا كان لها دور بهذا بهذا الموضوع لكن هناك جنبة سياسية هناك احتكاك هناك مماحقة قد تكون وتحسس ما بين هذا التحالف وما بين هذا التحالف لكن يبقى التحالف الدولي التي تقود الولايات المتحده هو الـ هو الـ الارسخ والانجع فيما يتعلق بتوجيه بالتو الضربات كونه يخضع الى معلومات استخباريه نعم. وممازجه فنيه ودقه بالتصويب من بغداد الخبير العسكري فاضل ابو رغيف شكرا جزيلا لك.